السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات رحالة. فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة إحنا في منطقة اسمها خان الجن، إحنا بين صناديق بتاعت سمك عند أخ فاضل، يعني إحنا ضيوف عنده إن شاء الله. لسه جايين حاليا الساعة 5 بصحبة الأخ أشرف عبد شكور. إن شاء الله يا جماعة خيطان الرمال عندنا النهاردة كلها خيط 25، أما الصنار فتلاتة أربعة على حسب حجم السمكة. ان شاء الله باذن الله احنا مستهدفين اسماك القاروص والدنيس وحنشان النيل بالليل. الله كريم، ربنا يرزقنا. احلى تحيه لاخويا وصديقي وحبيبي الحاج اشرف عبد شكور. الله يجعل لك رزق معانا النهارده عم اشرف، ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. عم اشرف بيرمل اهو، انا الرمال بتاعي جاهز. الله كريم يا شباب، هنرمي. انا معايا دود مشرشر، ومعايا النهاردة جمبري حي. دي الطعوم بتاعتي النهاردة. الله كريم. محمد اهو جاي. ابوك فين يالا؟ اي عمال بننادي عليه من ساعتها مش راضي يرد علي، يكون نايم جوه ولا ايه؟ ها ماشي اخوك ده ولا ايه؟ ما تيجي يالا نطعمك للسمك. حبيبي يا حمد، قول له عرفه ان انا هنا. ها شكله نايم جوه في الاوضه اللي جوه. طبعا ده محمد ابن عم سعد اللي احنا قاعدين عنده، وده العش اللي احنا هنبات فيه النهارده ان شاء الله. ربنا كريم يا شباب. الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اول استفتاح لينا بالصلاه على النبي. يا عيني يا عيني على السفوريا. عم اشرف ضرب موسى يا جدعان، يبقى هو ده اللي بيصفي الطوع. احنا اللي بنصطاد موسى سفوليا. ايوه او موسى. انا بنقول عليها موسى، انت تقول عليها سافوليا. خدت منها دراع السنه اللي فاتت، ما بلعتش كمان. العب العب. عم اشرف ضرب سافوليا يا رجاله. صباحو صباحو يا عم اشرف، الله يرزقك الخير يا عم اشرف. حنش ان شاء الله. ما قلت لك بس بلاستيك ده؟ ايه دفاس؟ ايه دفاس ولا نيل ده؟ دفاس. ماشي. بس ما في حنك ولا ايه؟ بس هو حلو والله، مش وحش. لا مش دفاس يا باشا. نيل؟ ايوه نيل. نيل اهو. ماشي. عايز تنزل امسكها. الارض هتجلب كده. ما هو ايوه عايز امسكه، لو مسكته هيلف ايدي على الشارع دي. بقول لك طب ايه؟ لو هتعرف تسلكه سلكه، انا حاطط خرجه بيني وبينك. اه خرجه، خد الخرجه. خد يا حبيبي. اول رزق ليا ده يا جماعه. سياسيه داخله في الربع كيلو. صلاه النبي الله. سيا لفت على الخيط وعم اشرف طلعها لي. الله اكبر يا عم، ما شاء الله. نهارك ليله تجي على صبيحه يا رب كريم. بلع يا معلق. ايه بلع بلع يوم بلع ان شاء الله. سلكنا كده الخيط ولا لسه؟ لا الخيط مش صعب سلكه. سلك بس الساعه. طيب ايوه عم اشرف. دنيسه؟ اه ماشي. اللهم صل على النبي. دنيسه يا مسهل الحال يا رب. ماشي يا عم. الله اكبر الله اكبر يا رب يا كريم. ايوه الله اكبر ما شاء الله. ما شاء الله صلاه النبي. تعبان ده عم اشرف، انا متاكد ان هو تعبان. تعبان يا عم الحاج. الله اكبر. دنيسه صلاه النبي صلاه النبي. خش عليا في التاني التاني. الله اكبر الله اكبر يا رب يا كريم. مساك دنيسه، الله يرزقك الخير يا صاحبي. ثواني يا عم اشرف، ثواني يا عم اشرف. الله اكبر يا جماعه، ده دنيس البغاز، دنيس الميه المخلطه رجاله. خشن اهو. ده جاي لنا ان شاء الله في اول حصه المد. يا مساء الحال يا كريم يا رب يا كريم. صلاة النبي ابويا. خش صلاة النبي ابويا. خش حاجة وخلعه. لا ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش، سمكة بس صلاة النبي. بسم الله الله اكبر. ترفع يا اولاد ولا تجيب الشل؟ اجيب لك شل. اطلع بقى بره نشوفها بس. ده شيء شيء صلاة النبي الله اكبر. انزل على المركب على طول. اهو. جاروس الخشن يا جدعان. هجيب لك شلب يابا. سامحونا على السيجاره يا جدعان.
لما جبت شلبس السيارة سلطة خالص. طلعت يا عم يا ابو فرح. ماشي ماشي ابو يحيى، صلاة صلاة النبي، النبي يا الله جماعة، يحنن عليك، صلاة النبي، الله يحنن الله عليك. الله أكبر، إن شاء الله شوف المتعادل يا ابو يحيى، يومكم عسل إن شاء الله يا جماعة. دي هنا؟ لا 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 المشروع انت قفلت؟ لا يا ابو فتح، صباح الفل يا رجاله، مساء شيل السيارة من حضرتك يا ابو يحيى، بعد اذنك استاذنك يعني حبيبي، وعشان الناس بس مشاهدينا المحترمين ما يزعلوش مننا. هو ده يعتبر استفتاح عدل يا جماعه، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله خير اللي جاي احسن ان شاء الله. شكلنا مش هننام يا عم مشرف. ان شاء الله يا عم، انا جاي لك، انا مش هننام، انا كده كده ابو يحيى. استنى بقى على ابو فرح بالله عليك. حبيبي يا فرح، حبيبي الراجل حبيبي يا عم السكر، اخونك حبيبي. اخونا ابو فرح حبيبي، حبيبي يا عم سعد البرجي، حبيبي ابو يحيى. بص ربنا يحنن عليكم، الله يخليك يا عم، ربنا يحنن عليكم حبيبي يا فرح يا رب، الله يخليك يا رب حبيبي. لا نور ابو يحيى، قول لي ابو يحيى قبل ما ارميه. ايه يا صاحبي اجيبه لكم كده؟ والله ما انا عارف، عايز تجيبه تحت مننا حبيبي ابو يحيى. دي ما ينفعش ان هو هاي صورت. ايه يا حبيبي، الله اكبر عليك، ماشي حبيبي، حبيبي ابو يحيى يا مسهل الحال يا رب. حبيبي حبيبي ما شاء الله، يومك جميل والله يا عم مشرف. حبيبي حبيبي ابو يحيى، احلى سعد البرجي في الدنيا حبيبي. معلش بقى انا عمك سعد. كنا متعشمين خير في الاستباحة يا جماعة، بس الهواء غير خالص وشد خالص، طبعا هرب السمك، فبقى مع آلاف الطيور المهاجرة بننهي الفيديو بتاعنا. بس بالله عليكم دعما لينا ولقناتنا عشان القناة تكبر بيكم. لو حابين النوعية دي من الفيديوهات يا ريت تقولوا لنا رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.